فيلمنا بيبدأ في قرية فريل وسط عالم مسحور مليات جنيات وسحرة، وبيكون إلقاء التعويذ بالنسبة للجنيات سهل وبسيط، وبيكون في جنية اسمها لوسيندا بتدي تعويذها كهدايا للأطفال الصغيرين، وبتبقى معروفة بأسوأ جنية بتدي هدايا، وبتعرف إن في طفلة جديدة اتولدت اسمها إيلا، وبتروح بيتها وبتحاول مامتها وماندي المربية بتاعتها إنهم يخبوها من لوسيندا لأنهم عارفين قد إيه هداياها بتبقى مؤذية. ولكن لوسيندا بتشوف إيلا وبتلاقيها بتعيط كتير، وبتقرر إنها تديها تعويذة الطاعة وإنها تنفذ أي أمر ليها بدون تردد وغصب عنها، زي ما بيتقالها تنام فتنام فورا. وبتكبر إيلا مع التعويذة بتاعتها، وبتحاول مامتها إنها تخبي عن الناس موضوع إن إيلا مسحورة بتعويذة الطاعة. بتسأل إيلا مامتها والمربية بتاعتها لو كان ممكن لوسيندا تاخد هديتها تاني وترجعها طبيعية، وبيقولوا لها إن لوسيندا حساسة جدا، وآخر مرة طلبوا منها تاخد هديتها كانت هتحولهم حيوانات وقالت عنهم نكرين للجميل، علشان كده إيلا مجبرة إنها تتأقلم بقى حياتها مع تعويذتها. وبتتعب والدتها جدا، وبتقولها إن محدش يعرف موضوع التعويذة اللي هي وماندي بس، حتى باباها ما يعرفش. وبتطلب منها تخلي بالها من نفسها، وبتديها سلسله على شكل قلب، وبتقول لها تحتفظ بيها دايما، وبتتوفى والدتها. وبتكبر إيلا، وبيقرر والدها انه يتجوز واحده تانية اسمها اوليجا عشان فلوسها، وبيحاول يقنعها انها تحبها هي وبناتها الاثنين هاتي واوليف وهيبقوا صحاب. وبيوصلوا لاهلها الجداد، وبتبدا هاتي واوليف انهم يعترضوا على شكل البيت وان الاوضه بتاعتهم صغيره جدا، وبيقولوا لإيلا انها توريهم اوضتها، وبتوريهم اوضتها، وبيقرروا انهم هياخدوها غصب عنها. وبتاخد هاتي القلب بتاع مامتها منها، وبيدخلوا كلهم مدرسه واحده، وبتكتشف هاتي التعويذه اللي على إيلا بسبب تصرفاتها، وبتكون هاتي من اكبر محبي الامير شار الوريث الشرعي للمملكه كلها بما فيها قريه فريل. وبيكون شار هو وعمه ادجار رايحين لقريه فريل لافتتاح مكان جديد، وبيقول له ادجار انه في خلال اسبوع هيتم تتويجه كملك على البلاد، وانه لازم يحافظ على بلده من الغيلان والاقزام والعمالقه، وبالذات الغيلان لانها كانت السبب في موت والده الملك ايام ما كان هو بيدرس بره المملكه. وبيوصل للافتتاح، وبتكون كل البنات بتحبه وبتشجعه ما عدا إيلا اللي بتنادي انه يوقف الاستيلاء على الاراضي المجاوره، لحد ما بتروح لها هاتي وبتقول لها تروح للبيت فورا، وبتسمع كلامها وبتتحرك على البيت. ومن حب البنات في الامير شار بيجروا وراه، وما بيقدرش الحراس انهم يوقفوهم، فبيجري منهم وبيخبط في إيلا وبيخبيها معاه لحد ما باقي البنات يبعدوا عنه. وبعدها بتسيبه وتمشي، وبتقوله انه اكيد هيسرق الاراضي زي عمه ووالده اللي عملوا ده زمان، وانه مش هيبقى مختلف عنهم في حاجه، وبتدور على شنطتها ما بتلاقيهاش. وبيقولها شار انها اكيد وقعت منها، وانها ما تتحركش من مكانها لحد ما يجيبها لها ويرجعها لها. فبتقف إيلا في مكانها وما بتقدرش تتحرك من مكانها، لكنها بتكون واقفه في نص طريق العربيات، وبينقذها شار قبل ما تدوسها عربيه، وبتقوله انها مش عايزه تشوفه تاني، وبتلاقي ان اخواتها نادولها وبيقولوا لها انها تروح على الافتتاح وتسيبهم مع الملك عشان تقدر هاتي انها تتكلم عبر حيطها، لكنه بيقول لها انه مستعجل ولازم يمشي فورا، وبيجري من قدامها. وبتروح إيلا الافتتاح، وبتلاقي صاحبتها اريدا، وبتسالها هي ليه بتعمل كل اللي بتقوله هاتي بدون تردد. وبتحاول إيلا انها تخبي سر التعويذه عن صاحبتها لحد ما بتلاقي هاتي في وشها، وبتنادلها هاتي، وبتامر إيلا انها تسرق من المحل اللي جنبها، وبتنفذ كلامها. وبيشوفها الحارس وبيجري وراها، وبيحاول انه يقبض عليها لحد ما بيامرها انها تقف مكانها، فبتقف من غير حركه، وبيتم القبض عليها، وبتطلعها مرات ابوها من الحبس، وبتسالها عن سبب سرقتها، وبتجاوب هاتي بدل منها، وبتقول انها كانت مغصوبه، واللي غصبتها هي صاحبتها اريده، وبتامرها مرات ابوها انها تقطع علاقتها بصاحبتها نهائي، وانها تطلع تقول لها انها مش عايزه تعرفها تاني. وبتفتح إيلا باب بيتها، وبتلاقي صاحبتها جايه تطمن عليها، وبتقول لها إيلا انها مش عايزه تعرفها ولا تشوفها تاني، وبتقفل الباب في وشها، وبتطلع تعيط في اوضتها مع ماندي المربيه بتاعتها، وبتقول انها لازم تدور على لوسيندا وتقنعها انها تشيل التعويذه من عليها. وبتقرر ماندي تساعدها، وبتديها كتاب مسحور في صديقها اللي سحرته بالغلط وحولته لكتاب، وبتقول لها انه هيوريها كل اللي عايزه تشوفه. وبيشوفوا مكان لوسيندا، وبتقرر انها تروح تدور عليها بنفسها، وبتلاقي ان هاتي بتأمرها انها تنزل تقطف لها ورد عشان هيترسموا بيه بكره، ولان هاتي ما حددتش نوع الورد بتقطف لهم إيلا ورد سام كنوع من الانتقام منهم. ووقت ما كانت بشرتهم اتملت حبوب بسبب الورد، كانت إيلا بدات رحلتها في البحث عن لوسيندا ومعها كتابها المسحور. وبتعدي إيلا من خلال الغابه، وبتسمع قزم بيستغيث، وبتروح ناحيه الصوت، وبتلاقي ان في قطاع طرق بيعذبوا القزم، وبتحاول انها تساعده لحد ما القزم بيقول لها انها تضربهم وبتفكه، وبتقدر إيلا انها تضرب وتخوف قطاع الطرق، وبتفك القزم من رابطه، وبيقدم لها نفسه ان اسمه سيلانين من قريه اسمها بيم، وانه لازم يعزمها على العشاء مقابل انها اطلقت سراحه، وبتروح معاه قريته. هو بيقول لها انه كان بيتمنى يطلع محامي، لكن قوانين الملك حرمت عليهم يشتغلوا اي حاجه الا الغنى والرقص بس، وان اي قزم يخالف القوانين يتحبس. وبيشوفوا عربيه تبع الملك بتاخد شوية أقزام عشان يغنوا ويرقصوا في حفل التتويج بتاعه، وبيكملوا طريقهم ناحية المدينة اللي فيها لوسيندا، وبيقرر سيلانين إنه يساعدها ويروح معاها، وبيدخلوا الغابة تاني لأنها اختصار للطريق، وبيقابلوا فيها الغول نيش وعصابته اللي بيقرروا إنهم هياكلوا إيلا وسيلانين، وبيحضروهم للسلق لحد ما بيجي الملك شار وبينقذها وبيضرب الغيلان، وبيأمرهم إنهم يبعدوا عن المكان ده وإلا المرة الجاية هيقتلهم. وبيسأل شار عن المكان اللي هي رايحة له، وبتقوله إن هي رايحة تقابل الجنية الروحية بتاعتها، وبيرد عليها شار إنه يساعدها ويحميها طول الطريق، وبيقول لها سيلانين إنها
هتوافق على عرضه، وبتوافق إلها وبيتحرك الملك معاه، وبيوصل لأرض العمالقة وبتدور إلها على لوسيندا وبتعرف إنها سابت المكان ومحدش عارف هي راحت فين، وبتسأل الكتاب عن مكانها وبتلاقيها بتطير وهي سكرانة، معنى كده إنها بتروح أماكن كتير وصعب إنها تلاقيها في مكان محدد. وبيكون شار بيسمع المشاكل اللي بيتعرض لها العمالقة، وبيكون مراقبه التعبان المسحور بتعمه إدجار، وبتقول له إلها إنها ما لقتش لوسيندا ومش عارفة هي ساكنة فين حاليا عشان تروح لها، وبيقترح شار عليها إنها تدور في السجلات اللي في القصر عن مكانها، وإنه هيساعدها لو راحت مع مملكة لاميا، وبيطلب منها إنها تقضي معاه الليلة في أرض العمالقة، وإنه يتحرك معاها تاني يوم أما الصبح يطلع. وبتوافق بإرادتها وبيتكلموا عن حياتهم، وبيقول لها إن عمه شخص طيب وهو اللي رباه زي ابنه، وإنه خاطر بحياته عشان ينقذ والده قبل كده، وإنه أكيد ما يعرفش باللي بيحصل هنا من جنوده وضرب العمالقة زي العبيد، وإنه هيحاول يرفع التأييد اللي على الأقزام عشان يشتغلوا اللي يحبوه. وبيجي تاني يوم وبيوصلوا مملكة لاميا اللي هيتم فيها تتويجه كملك قدام ضيوفه من كل القرى والبلاد اللي تحت حكمه، وبتكون أوليجا وبناتها موجودين في لاميا، وبيدخل شار القصر وبيمنعوا الحراس السلانين إنه يدخل معاهم وبيطردوه بره القصر، وبيلاقي شار إن البنات المعجبين بها يطردوه تاني، فبياخد إلها وبيستخبى معاها، وبيقابل عمه إدجار وبيعرفهم على بعض، وبيكون التعبان بلغه بكل اللي حصل بين إلها وشار، وإنها ممكن تتسبب في مشاكل بينهم، وإن فيها حاجة غلط ولازم يكتشفها قبل التتويج، وبيتم إرسال إلها للمكتبة الملكية، وبتبدأ تدور على مكان لوسيندا، وبيروح إدجار وشار للتجهيز للحفلة، وبيتكلم شار عن اللي شافه في أرض العمالقة، وإن في حاجات كتير هتتغير بعد تتويجه، وإنه ناوي يتقدم للزواج من إلها بعد التتويج، فبيتضايق إدجار وبيسيبه، وبيستدعي إخوات إلها، وبيبدأ يستجوبهم عن أختهم، وبيحاول إنه ياخد أي معلومات عن إلها تكون في صالحه، لحد ما بيعرض عليهم إن الملك ممكن يتجوز واحدة فيهم لو إلها اختفت من طريقه، فبتقول له هاتي إن أختها بتنفذ أي أمر بتتأمر بيه فورا، وإنها غير متحكمة في تصرفاتها، وبيروح إدجار المكتبة عند إلها عشان يتأكد بنفسه من صحة كلام هاتي، وبيفضل يؤمر إلها إنها تنفذ طلباته وبتنفذها فورا، وبيقول لها إنها في نهاية الحفلة الملك هياخدها لأوضة المرايات ويطلب إيدها، وساعتها هتموته بالخنجر اللي هيديهولها، وبيأمرها تنفذ اللي بيقوله بالحرف، وإنها ما تقولش لأي حد عن اللي اتكلموا فيه. بتقرر إلها إنها تهرب من المملكة، وبتبعت رسالة لشار إنها تبعد عنه ومش هتقدر تفضل جنبه، وبتخلي سلانين يربطها في شجرة بعيدة عن المملكة عشان ما تقتلش الملك زي ما عمه أمرها، وبتقول له إنه لازم يروح الغابة ويجمع كل الجن والعمالقة لأن في مصيبة هتحصل النهاردة وهنحتاج كل المساعدات الممكنة. وبيجي نص الليل وبتكون إلها مربوطة لسه، وبتلاقي إن الجنية لوسيندا وقعت قدامها بسبب طيرانها وهي سكرانة، فبتترجاها إلها إنها تاخد هديتها تاني وإنها مش عايزة تبقى مطيعة لأي أمر يتقال لها، ولكن لوسيندا بتقولها إن مشاكلها تحلها بنفسها وإن كل الناس بيحبوا هداياها، ولكن عشان تبين لها قد إيه هي طيبة فهي هتحررها من اللي رابطها بالشكل ده وهتلبسها كويس عشان تبقى موجودة في حفلة الملك وتستمتع بوقتها. وأول ما بتتحرر إلها من الشجرة بتتسحب ناحية القصر الملكي عشان تنفذ اللي قاله ليها إدجار، وبتقابل شار اللي بيقول لها إنه بيحبها وعايز يقول لها حاجة ضروري في أوضة المرايات، وبيقول لها إنه بيحبها وعايز يتجوزها، ويكون كل ده شايفه إدجار من ورا مراية، وبتطلع إلى الخنجر وبتحاول إنها تمنع نفسها عن قتله، وبتفضل تفتكر كل اللحظات اللي كان بيتحكم فيها الناس بسبب التعويذة اللي عليها، لحد ما بتقدر إنها تتحكم في نفسها وبترمي الخنجر من إيدها، وبتلاقي إدجار بالحراس وبيقبضوا عليها وبتترمي في السجن. وبيقول إدجار لشار إن إلها كانت ناوية تقتله وإنها كانت بتخطط من الأول عملية اغتياله، وإن المفروض يتم إعدامها فورا، لكن عملية الإعدام هتتأجل لحد ما التتويج يحصل. وبيطلع إدجار يفكر في طريقة تانية لقتل شار والاستيلاء على الحكم. وبيجي تاني يوم، يوم التتويج الرسمي للملك شار، وبيكون سلانين جاب اللي يقدر عليه عشان يساعده إلها، وبيلاقي الكتاب المسحور مرمي جنبه بره البوابة، وبيخليه يوريه مكان إلها وبيعرفه إنها دخلت السجن وإنها محتاجة مساعدتهم أكتر من الأول، وبيقدروا كلهم يدخلوا من البوابة في عربية نقل المساجين، وبيقدروا إنهم يدخلوا السجن ويحرروا إلها. وبتسأل الكتاب عن مكان إدجار، وبتشوفه هو بيسحر التاج اللي هيلبسه شار وبيسممه، وبتلحق إلها قبل ما شار يلبس التاج، وبتقول له إن التاج مسمم، وبيأمر إدجار الجنود بتاعه بقتل إلها، ولكن شار بيدافع عنها، وبتحكي له كل اللي حصل من التعويذة اللي كانت عليها لحد ما عمه أمرها تقتله، وبيبص في الأرض بيلاقي التعبان بتاع عمه هيلدعه، ولكن إلها بتنقذه لتاني مرة، وبيتأكد شار من كلام إلها، وبيقول له إدجار إنه قتل أبوه، وكان عنده استعداد إنه يقتله هو كمان مقابل إنه يلبس التاج ويكون الملك الوحيد. وبياخد التاج وبينسى انه مسموم وبيلبسه، وبيموت إدجار من السم بتاعه، وبتكون هاتي فاكره ان إلها لسه عليها التعويذه، وبتروح لها وبتأمرها انها تبعد عن الملك، وبتجيلها إلها وبتاخد منها السلسله بتاعتها اللي هي خدتها غصب عنها، وبيطلب الملك شار من إلها انها تتجوزه، وبيتم الجواز بينهم، وبيقدر الملك انه يوحد المملكه بتاعته من تاني، يجمع الاقزام والعمالقه في مملكه واحده من جديد. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.